الحمد لله حمداً لم يزل مدراراً وكافاً، نحمده سبحانه حمداً يتوالى أضعافاً. لك الحمد حمداً طيباً ومباركاً، لك الحمد مولانا عليك المعول، لك الحمد أعلى الحمد والشكر والثناء، أعز وأزكى ما يكون وأفضل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تعنو لها القلوب خضوعًا وامتثالًا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله خير من عظم الله أقوالًا وأفعالًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأولى دام فيهم الفضل هطالا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النيران وتوالى، وسلم تسليما مباركا سلسالا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى نور القلوب إلى خشية علام الغيوب، ولباس التقوى ذلك خير، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن التقى خير زاد أنت حامله، والبر أفضل شيء ناله بشر. إخوة الإسلام، في دنيا الفتن المدلهمة وواقع التحديات المحدقة بالأمة، وفي عالم اعتسفت طرائق الحق الصراح فيه وسائل ومستجدات وتحولات وأزمات وتحديات، يجدر بنا أن نقف وقفة جادة لاستشراف المستقبل ورسم آفاقه في ضوء عقيدة صافية وقيمٍ سامية. لقد جاء الإسلام بعقيدة التوحيد الخالصة، كما هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وتلك هي وظيفة المسلم في الحياة، إخلاص العبودية لله وحده لا شريك له في بعدٍ عن الرياء والسمعة. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ولما استبدل بعض الناس في أعقاب الزمن بنور الوحيين سواهما، ابتلوا بالفرق والخلافات والطوائف والانقسامات والأحزاب والتصنيفات، يضخمون الهنات ويتتبعون الهفوات وينشغلون بالكبوات، فخالفوا صحيح المنقول وصريح المعقول، واتبعوا أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولقد حرصت الشريعة الغراء على تحقيق مجتمع متماسك بعيدٍ عن إثارة الفتن والشبهات، وأمرنا رب العالمين أن نعتصم بحبله المتين. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا أيها المؤمنون. وإن مما يعكر صفو الإخلاص ويشق عصا الوحدة دون مناص حب الظهور بين الناس، بل قل إن شئت شهوة الشهرة بل قل إن شئت شهوة الشهرة وسطوة التصدر والظهور، وتلك قاصمة الظهور. وإن من المؤلم حقا أن نرى بعضهم يسعى إليها سعيا حثيثا، حتى إنه لا يرى في الدنيا شيئا غيرها، وربما تخلى عن قيمه ومبادئه وأخلاقه وعقيدته من أجل سرابٍ خادع يحسبه الظمآن ماءً.
ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يكرهون الشهرة بل يفرون منها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، نهى عن لباس الشهرة ورتب عليه الوعيد الشديد، خرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إياك والشهرة، فما أتيت أحدًا إلا وقد نهى عن الشهرة. وقال بشر بن الحارث: ما اتقى الله من أحب الشهرة. وقال ثابت البناني: قال لي محمد بن سيرين: لم يكن يمنعني من مجالستكم إلا خوف الشهرة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أريد أن أكون في شعب من شعاب مكة حتى لا أعرف، فقد بليت بالشهرة. الله أكبر، الله أكبر، وهو المستعان وعليه التكلان، ونعوذ بالله من الخذلان. هكذا مضى سلفنا الصالح على هذا المنهاج، وكان هذا دينهم وديدنهم، فأين هذا من أقوام غلبهم حب الشهرة، خاصة في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتنة بمن يسمون مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي. فنحن في عصر الثورة التقنية المذهلة التي أسفرت عن وسائل الاتصال السريعة المتطورة، فخولت الإنسان أن يتواصل مع من شاء متى شاء كيف شاء في أي مكان من المعمورة وفي أي وقت وزمن، في بث مباشر مفصل يحمل الصوت والصورة معًا، فينشرون على الناس طعامهم وشرابهم ومجالسهم، ويتعرضون للخصوصيات، ويخترقون أستار الأسر وأسرار البيوتات. فيا لله، كم جنت هذه المسالك على الأمة في عصرنا الحاضر، وأصبح الناس يعقدون المقارنات بين واقعهم الذي يعيشونه وبين ما يرونه على شاشات المعلومات، فكثرت المشكلات الأسرية، وشاعت الضغائن والأحقاد والحسد والغيرة وغيرها من أمراض القلوب وأدواء النفوس، في الوقت الذي نرى فيه كثيرًا من أبناء الأمة همه في ليله ونهاره أن يكون مشهورًا أو متابعًا للمشاهير مهما كلفه ذلك. ودون النظر في عواقب الأمور ومآلاتها، فنطقت الرويبضة وتحدثت الغوغاء والمفاليس في أطروحات وخصوصيات، بل قل سفاهات وتفاهات وغثائيات، وعامة المجتمعات تعيش إدمان مطالعة هذه الشبكات المحمومة وهوس الفضاءات المسمومة، يرومون وبئس ما يرومون الإثارة والتشويش والتشهير والتحريش والبلبلة والتهويش في أدواء نفسية وتصحرات قلبية، وبكل صفاقة وبجاحة ممقوتة. إن الزرازير لما قام قائمها توهمت أنها صارت شواهين، بيادق ظفرت أيدي الرخاخ بها، ولو تركناهم صادوا فرازين. بل امتطى بعضهم لباس الشهرة العاري وهو من ثوب التقى عاري، بالطعن في العقائد والثوابت والأعراض والرموز والقدوات، وهذا من الإفك المبين والكذب الصراح والبهتان العظيم والجرم الشنيع والافتراء البشيع. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. والتشبع بما لم يعط المرء، ولا عزاء للهمج الرعاع والإمعات أتباع الناعقين وأشياع المارقين الذين أسلموا عقولهم لأعدائهم. سبحانك، هذا بهتان عظيم
لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أمة الإسلام، وليست الشهرة مرادة في ذاتها، وإنما المراد أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. تلكم هي المسؤولية الحقة التي تستشعر خشية الله ومراقبته مع كل قبسة قلم وهمسة فم وإعداد معلومة ونشر تغريدة، فهي حقا لمن يستشعر عظم المسؤولية وثقل الأمانة مغارم لا مغانم وتبعات تستوجب صادق الدعوات وإنكار الذات، كما كان هدي سلفنا الصالح رحمهم الله. أيها المسلمون، وعلى إثر هذه الغوائل السلوكية والجنوحات المأزومة الفكرية لفئام ممن تلبسوا بالشهرة والظهور الدائم وانتشر أمرهم بين الأنام، لزم الأمة ساستها وعلماءها ودعاتها ونخب الفكر والثقافة والإعلام وكذا النصفة في العالمين بشتى الوسائل والقنوات التوارد على التحذير من هذا الأمر العظيم الذي زاد المرارة على الواقع والخرق على الراقع، بل وسن الأنظمة الحازمة ووضع الجزاءات الرادعة والحوكمة العادلة ومواثيق الشرف الملزمة لضبط مساراتها وتوجيه دفتها وتحديد موضوعاتها وحوكمة محتواها صونا للقيم وحفظا للأخلاق الفاضلة والشيم وإذكاء للذوق العام والحفاظ على البقية الباقية من المروءة، حيث خشية انحطاطها ظنت تأني البزاة الشهب عن جزع وما درت أنه قد كان تهوينا، لم يغنهم حقنا عن نهب أنفسنا كأنهم في أمان من تقاضينا، وعند الله تجتمع الخصوم ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أيها المشاهير، يا من ابتليتم بالشهرة، يا من لكم مكان ومكانة في نفوس الأتباع من خلال الاستكثار من المتابعين والشهرة الإعلامية والتقنية، اتقوا الله في أنفسكم ومتابعيكم وأطروحاتكم، واعلموا أن الشهرة ابتلاء ولها ضوابطها ومحاذيرها، تجافوا بعزائمكم عن المعرات والإهمال، واسموا بصدقكم وإخلاصكم عن الإثارة والمطال، واستمجدوا بهممكم عظيم المقاصد والطموحات الغوال، استثمروا الشهرة بالدعوة إلى الدين الحق وخدمة الأوطان وتنميتها وأمنها، كونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر، سخروا الشهرة في الحفاظ على ثوابت الدين والقيم والذب عن أعراض المسلمين وبيان الحق ونصرته وأهله. ولله در مشاهير الخير والإيجابية والمصداقية والموضوعية والموثوقية الذين سخروا شهرتهم في نشر العلم النافع والعمل الصالح والقيم النبيلة والأهداف السامية، بوركت جهودهم فهم موفقون مسددون، والآخرون محرومون مخذولون مدحورون، والله المستعان على ما يصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
نفعني الله وإياكم بهدي الكتاب وبسنة النبي الأواب، وبارك لي ولكم في الوحي وبهدي المصطفى خير هدي. قد قلت هذا القول، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له شكرًا شكرًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبد الله ورسوله أرفع الخليقة ذكرًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، بركاتٍ تتوالى وسلامًا يترى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعةٍ ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ في النار. إخوة الإسلام، ولا تتحقق أهلية من ذا عصيته وانتشر في الناس اسمه ورسمه إلا بتحقق المسؤولية في أجلى مظاهرها، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. خرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. يتوج ذلك بمعاقد الصدق والرفق والحلم والحكمة وصالح الأخلاق والقيم. ألا وإن من فضل الله عز وجل وعظيم آلائه وجزيل نعمائه ما من به على هذه الأمة من تمكين الحرمين الشريفين، وما ينعمان به من أمن وأمان وراحة واطمئنان، وما هيأ لهما من قيادة أريبة حكيمة تشرف بخدمتهما ورعايتهما. وتلك شهرة الخير بحمد الله، وتقدم لقاصديهما منظومة متكاملة من بديع الخدمات لتحقيق جلائل الآمال والطموحات. وتستمر المسيرة المعطاء مع بداية عامها التاسع والمديد بإذن الله في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى البقاع ومختلف الأصقاع. وهنا تؤكد البيعة الشرعية على السمع والطاعة لولاة أمرنا أعزهم الله ونصرهم، وعلى الكتاب والسنة عقيدةً وعبادةً وقربةً نتقرب بها إلى الله، وثقةً فيما عنده سبحانه، في نأيٍ بالنفوس عن المهاترات والتطاولات والملاسنات والمزايدات، وزمٍ لها على الانسياق وراء شنيع الشائعات والأراجيف الكاذبات والحملات الممنهجة المأجورة المفضوحة المدحورة ضد الإسلام وأهله وهذه البلاد وقادتها وعلمائها. إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفاً أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، ولجميل ستر الله علينا كم يطلبون لنا عيبًا فيُعجِزُهم، ويأبى الله ما يأتون والكرم. وقل للعيون الرُّمدِ للشمس أعينٌ سواكِ تراها في مغيبٍ ومطلعِ، وسامِح عيونًا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيقُ ولا تعي. وأنتم أيها المُستهدفون البُراء هنيئًا لكم، ويا بشراكم لا تحسبوه شرًا لكم بل هو خيرٌ لكم في دينكم ودنياكم صبرٌ ونصرٌ وثقةٌ ورفعة ومضاعفةٌ للحسنات ورفعةٌ للدرجات، وتلك ضريبة النجاحات والامتيازات، والطريق سابلة والسنة ماضية، والحق يعلو ولا يعلى عليه، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه
فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وبعد معاشر الأحبة، إن من أشرف أعمالكم وأزكاها عند بارئكم كثرة صلاتكم وسلامكم على نبيكم المصطفى الصادق الأمين إمام المتقين ورحمة الله للعالمين، كما أمركم بذلك ربكم رب العالمين، فقال تعالى قولاً كريماً في كتابه المبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. عليك صلاة بحرها يتدفق وأزكى سلام نوره يتألق، عليك منا صلاة فاح عبيرها ومن الورى أزهارها تتفتق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى، يا خير من تجاوز وعفا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده رئيس مجلس الوزراء إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد، واكتب لهم التوفيق والتسديد والعون والتأييد، وجميع ولاة المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا ورخاءنا، ووفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وسدد رميهم ورأيهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح أحوالهم، واحقن دماءهم وكل المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين من عدوان المعتدين، اللهم اجعلها شامخةً عزيزةً إلى يوم الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا سميع الدعاء، وأدر عليهم دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا، ونلجأ إلى حولك وقوتك، كن لنا نصيرًا وظهيرًا، أنت حسبنا ونعم الوكيل على أعدائك وأعدائنا. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار،
واحفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا غيثًا هنيئًا مريئًا مريعًا، سحًّا غدقًا طبقًا مُجلِّلًا، نافعًا غير ضار، عاجلًا غير رائث. اللهم سُقِيَ رحمة لا سُقِيَ عذابٍ ولا بلاءٍ ولا هدمٍ ولا غرق. اللهم أنبِث لنا الزرع، وأدِرَّ لنا الضرع، وأنزِل علينا من بركات السماء، وأخرِج لنا من بركات الأرض، يا سميع الدعاء. ربنا آتِنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.